المعمل هذا مختص لإعادة تدوير البلاستيك أو تايب معين من أنواع البلاستيك ألا وهو الهاي دنسيتي بولي إيثيلين، نوع من أنواع البلاستيك عالي الكثافة. بالمعمل هذا قاعدين نعطي فكرة للناس أو نوعي الناس بالاستخدامات الممكنة لإعادة التدوير وبرضو بمنفعتها وتأثيرها على حياتنا اليومية. نقدر برضو أننا يعني نعطيهم فكرة أوسع عن الاستخدامات بالقوالب اللي عندنا بالأشياء اللي وفرناها بالمعمل هذا، والحمد لله صار في إقبال كثير من الناس والمتطوعين اللي صاروا هم بعد ما شافوا المعمل هذا يجيبوا لنا الأغطية أو يجيبوا لنا الأشياء اللي صنعت من الهاي دنسيتي بولي إيثيلين. هم الخطوة الأولى بتكون في إعادة تدوير البلاستيك التجميع، بعد ما نجمع زي ما أنتم شايفين الكمية يكون عندي بلاستيك أقدر أعيد تدويره. بالخطوة الثانية اللي نفرز فيها، أهم شيء فرز فيها المادة، المادة تكون مذكورة على كل المنتجات البلاستيكية في مثلث داخل الغطاء. بولي إيثيلين بكثافة عالية هو اللي راح تتعامل معانا آلاتنا اليوم، مثلا عندنا آلة التقطيع اللي راح تساعدنا أننا نصغر الحجم الغطاء من هذا إلى زي ما تشوفوا في الأسفل. آلة الحقن ألا وهي اللي راح تغير عندي البلاستيك من الحالة الصلبة إلى الحالة شبه سائلة، راح ناخذ اللي صغرنا حجمه بالطريقة هذه، راح نحطه من الأعلى، بعدها راح أنزل المقبض هذا بشكل يدوي عشان يدفع البلاستيك الصغير اللي صغرت حجمه إلى الأسفل. المنطقة هذه بتكون عندي فيها هيتر أو منطقة بيتعرض فيها البلاستيك لدرجة حرارة تقريبا 274 فرنهايت إلى 285 فرنهايت. بعدها راح يطلع معاي البلاستيك بحالة شبه سائلة من الأسفل. بعدها راح نركب القالب من الأسفل. بالطريقة هذه. بعدها راح نحقن البلاستيك على طول داخل القالب. بعد ما حقنا البلاستيك داخل القالب راح يعطينا الشكل النهائي من الخلف ومن الأمام، نشوف الآن ونتأكد راح يكون هذا الشكل النهائي. في النهاية لازم نعرف أنه على حسب شكل القالب راح يتشكل معانا البلاستيك. زي ما تشوفوا هنا عندنا شعار السفين والنخلة اللي ترمز للمملكة العربية السعودية، وهنا شعار إثراء.